انا عايز اقول لحضرتك حاجه بدون يعني بعيدا عن السؤال، ان انا منتقي الناس اللي معايا اخلاقا قبل فنا. ده احلى ازاي؟ حاجه، ما ده اصل الفن والله صدقني، واصل لان الانسانيه الفن بدون اخلاق ليس له طبعا. اي قيمه، ده لان حقيقي، الفنان حقيقي هيكون مثل اعلى لتربيه الجيل. فلما يكون الفنان اخلاقيا مهيأ فهي اكيد وبعدين هيهم لما الجيل. بسمع ده اغنيه اكيد معينه الفنان اكيد انا باخدها طبعا على مواقف من حياتي، طبعا. فلازم اسمع حاجه حلوه علشان اخدها على مواقف في حياتي وبرضه بالظبط استفيد بيها. بالظبط. فعلى فكره الفنان بيأثر فيا قبل ما يكون فنانا. انا صح، زي ما قلت لحضرتك لازم يكون الاثنين مع بعض. الفنان بدون اخلاق ليس له اي قيمه طبعا وليس فنانا، حتى لو طبعا. هو بيعزف كويس او ملحن او فنان كبير، بس مش فنان بالنسبه لي عشان اخلاقياته. طبعا بتختاروا الاغاني على اساس ايه؟ على اساس الجمهور عايز ايه، ولا على اساس انتوا عارفين تعملوا الميكس ازاي؟ بننتقل الاغاني على جمال الاغنيه وجمال اللحن وجمال الكلمات اللي احنا مفتقدينها فعلا في الوقت دوت. وطبعا كل ما هو قديم، كل ما هو صالح واحنا متربيين عليه لغايه دلوقتي هو عايش معانا مش هيموت. صح، الاغاني بتاعت دلوقتي تيك اواي، حتى لو اغنيه لحد كويس مثلا بتطلع وتسمع مره واحده وبننساها، انما الاغاني اللي هي التراث ديت اللي موجوده حاليا مكملة مدى الحياه انا شايفها عمرها ما هتموت، عشان كان في اخلاص شاعر وملحن موزع عاملينها باخلاص، عشان كده عاشت لغايه دلوقتي وهتعيش للاجيال الجايه.